أصوات غاضبة بدأت ترتفع داخل مدينة تعز لمحتجين قرروا الخروج إلى الشارع تعبيرا عن استيائهم من الفساد وممارسة السلطة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية. هنا وسط شارع جمال حيث تستمر فعاليات الأصوات المطالبة بإقالة من ثبت تورطهم بملفات فساد من قيادة المحافظة المدنية والعسكرية وإحالتهم للقضاء وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى جملة مطالب أخرى. أبناء المدينة يقدمون كافة الإيرادات من صندوق نظافة وغيرها، ولكن بالمقابل لا يجدون لا نظافة ولا كهرباء ولا ماء ولا غيرها من الخدمات. هذه هي السلطة المحلية تتنصل من مسؤولياتها أمام هذا المواطن ولا تقدم له أي خدمات. نبحث عن جهة ترفع القمامة، نبحث عن كهرباء، سرقوا المولدات حق الدولة ورجعوا يبيعوها على المواطنين بكهرباء خاصة. خرجنا نبحث عن رواتب الموظفين، خرجنا نبحث عن رواتب المنضمين العسكريين منذ سنوات، خرجنا نبحث عن صيانة الطرق، خرجنا نبحث عن دولة لا توجد. توجد لدينا مكونات دولة ولا توجد خدمات دولة. إيش من دولة هذه؟ السلطة المحلية المتهمة بالتقاعس والغارقة في عملية محاصصة للمناصب والوظائف الحكومية تحدثت عن استجابتها كما تقول لنداءات المواطنين، وأعلنت في اجتماع سابق لها عن حزمة قرارات أبرزها إحالة كل من ثبت تورطه في ملفات فساد من المسؤولين إلى الأجهزة القضائية والتحقيق معهم. نحن نرفض هذا الفساد بكل أشكاله وكل ألوانه، وهناك يعني فساد ربما أيضا نابع عن عجز وفشل بعض مدراء المكاتب الإيرادية أو بعض مدراء المديريات، ورغم ذلك نحن ربما أحلنا أكثر من 8 مكاتب و4 مديريات إلى جهاز الرقابة والمحاسبة وإلى نيابة الأموال العامة، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات، وما سيسفر عنه من جهاز الرقابة ومن القضاء نحن سننفذه تنفيذا عاجلا وسيتم التغيير. يرى ناشطون أن تلك القرارات تظل حبرا على ورق ما لم تسلك مسارها في التنفيذ، مؤكدين استمرارية فعاليتهم الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب، وهي خطوة ستسهم في تحسين أوضاع المحافظة المتردية كما يقولون. ما بين المسيرات الغاضبة وحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتحدث عنها السلطة المحلية، تبقى كل الخيارات مفتوحة أمام هؤلاء المحتجين في الشارع ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.